ما تزهقناش بقى يا عم مرمر. في ايه يا عم عصفور؟ ما تسيبنا في حاجه بقى يا عم. تقول له حاجه يا استنى ابله سلمى. ايوه والله زي ما بقول لك كده، لسه عرفات المساعد بتاعه مكلمني وقال لي يا استاذ بهجت كون فريق العمل بتاع الجريده. طب وشمعنى اختارك انت يعني؟ عشان انا الوحيد يا سلمى اللي اعرف اطبل له. طب مش هتاخدني ارقص شويه؟ امال انا مكلمك ليه؟ بس انت راعيني ايه؟ وانا اتاخرت عليك في ايه بس يا بهج؟ ايوه عايزين نقعد مع الحاجه نكتب الكتاب نعلي الجواب ايه؟ اصل هي داخله على دور برد جامد قوي اليومين دول، اول ما تقوم منه هفتحها في الموضوع على طول. بس ما تنسانيش انت بس في موضوع صريح الفيل. ماشي يا قمر انا مستني على نار. اسيبك انا. والنبي يا طنط فين اوضة عصفور؟ طنط اوضة عصفور اهي يا ابني. ابويا ابويا كل يوم علقة من دي لحد ما يبان لك صاحب، ومش أي صاحب. اللي أنا عايزه عصفور. الواد المعصفور أهو. هتوب. أبويا شكرا قوي يا عصفور انك انقذتني، ده انا كنت هموت بجد. الف بعد الشر عليك يا ابله سلمى. ان شاء الله يا رب. انا انت مش عارفه انت بالنسبه لي ايه يا ابني. وانت تعرفني اصلا على السكه وعلى الدغري كده؟ انت تحبي من اول نظره، تخشي القلب لذيذه وقلبيله وحرشه. طب سيبك انت بقى من الكلام ده. ها جبت لي اي اخبار عن كاريكا؟ ما لحقتش وربنا يا ابله سلمى، بس لو تقلتي عليا اجيب لك حاجه سخنه. امتى يعني؟ نثبت ميعاد، كل خميس اجيب لك فضيحه. فضيحتين؟ ربنا يبعت وانا مش هتاخر. ماشي. تليفون. انت ما سيفتوش اخر مره؟ يا ابني بيرن رد عليه. لا مؤاخذه. الو مين؟ برام مين؟ انت ايه حكايتك النهارده؟ جبت نمرتي منين اصلا؟ ايه؟ بتقول ايه؟ فين؟ طب سلام سلام بليتنا قبل سلمى. ابن المجنونة ده. والدك عنده اعداء يا ناتاشا. يا باشا انا قلت لحضرتك حبش النينجا هو اللي ضربني، يعني حضرتك مش محتاج تدور عليه. وايه اللي يخلي واحد عازف اكورديون بسيط زي والدك على علاقه بواحد نينجا زي حبشي؟ حبشي النينجا ده راجل مفتري، كل يوم والتاني يجي الحاره يقفش في واحد لحد ما ياخد منه القتاوة. انا خايفه، انا خايفه يا باشا يعرف ان احنا اللي بلغنا عنه يجي يضربنا. ما تخافيش يا ناتاشا، الكلام ده كان زمان قبل ما تيسير فهمي يمسك القضيه. يا باشا لو سمحت التدخين ممنوع. مدحت طلع لي الحيوان ده بره. ده الدكتور يا فندم. ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت، طلعه بره. يا عرفي بيه المانجا طابت على الشجر. تحت امرك يا عرفي بيه.